كلها غدر على الوقت. ورميش هذا الذهب البوها فرصة السنوية المتميزة التي حققنا لنا اجتياز تغريبة بجربة التي من خلالها نؤكد تعلقنا البتين بدون شملائنا لها. إننا نبتهل إلى الله ونسون تونس العزيزة من سر الحاسدين المحتكرين والمضطربين حتى تبقى على الدوام أرضا السلم والتسامح والتعايش فيها كل الأديان والأجناس دون تمييز ولا كراهية في كلف الاحترام والتقدير. وبكل فخر واعتزاز نمثل عاليا المناخ الطيب الذي شهد طيل أيام زيارة نتقدم بأجمل تحيات الشكر والتقدير إلى سيادة رئيس الجمهورية التونسية السيد قيس سعيد وإلى سيادة رئيس الحكومة وأعضائها وكل السلطات الإدارية والأمنية والعسكرية التي سارت على نجاح الزيارة. مجدد شكري للجميع وإلى أهل الجزيرة على حسن الضيافة. وكل عام وانتم بخير وتونس بألف خير. تحية تونس. الكلمة للسيد رئيس كبير الحبار بتونس الراف حييم بدال. السادة حضور الكرام، في البداية نرحب بالضيوف الكرام من وزارة مسؤولين الحكومة والشلك الدبلوماسي اللي شرفونا بالحضور كيف عادتهم المليحة. كما جاد نرحب كل زيار اللي تلمت وجات من كل عمالة ليزوروا الغريبة وبلادهم تونس الحبيبة، ونتمنى لهم إقامة طيبة وزيارة مقبولة. نحتفلوا كيف العادة بزيارة الغريبة، والحمد لله هذه العمادة أخير من عمادة الفارطة. بلادنا تونس أقبل 70-80 عام كانوا فيها يهود أكثر من 100,000 يهودي، والكل توها أمهم يحبوا وقت يلقاو بعد مناسبة باش يزوروا بلادهم يجيو من كل بلاصة. كيف العمادة شفنا من كل بلاصة جاو وكلهم فرحانين اللي وصلوا للبلاد تاعهم كيف يقابلوهم الهم تاعهم لربتهم. زيارة الغريبة هي مناسبة عزيزة ليتلقاو فيها أصحاب والأحباب من كل الأديان، وهو رمز على التعايش والتسامح والتهاخي السلمي المذكورة بهم بلادنا تونس من زمان مع قانون حقوق الإنسان. كما نسكر جادة الشروط الأمنية والعسكرية الشروط الجهوية هدي كيف عادتهم يخدموا على حماية تونس وضيوفها ليل نهار. كما نسكروا السيد وزير الداخلية هدي زارنا وطمنا وقال هني جميع زيار
يما قاعدين في حفاظة تونس يتكلوا على الحفاظة تاع تونس. وندعو لهم كل الخير والبركة. وبعد المناسبة المعبد المقدس ندعو الله سبحانه أن يحفظ تونس وكل التونسيين ويوافق جميع المسؤولين على الحكومة ويعليه بسمع تونس في العالم. في الختام أدعو التونسيين كل اليهود خارج تونس باش يزوروا بلادهم ويستقبلوا فيها. نتمنى لهم كلهم زيارة ميمونة ومقبولة تمشي بالسلامة وترجع بالسلامة. كل عام أنتم بخير وتونس بخير. السيد وزير الشؤون الدينية السيد إبراهيم الشايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. ككل سنة تأتي زيارة الغريبة السنوية التي تنظمها هيئة المعبد الكبير وجمعية الغريبة على امتداد أكثر من أسبوع يلتقي فيها الزوار من تونس وخارجها وضيوف من يهود ومسيحيين ومسلمين يلتقون جميعا على السلام والمحبة والتآخي والتآلف في محفل ديني وسياحي وثقافي كبير وجدير بالشكر لكل من ساهم في إدارته إعدادا وإشرافا ورعاية. فهذه الزيارة تجلي عاما بعد عام خط المراكمة في مسيرة الأديان ودورها في ترسيخ السلام الروحي وحفظ السكينة في نفوس الأفراد وانعكاسها على المجتمعات وثمراتها الطيبة على بلادنا كرمز للأوطان الآمنة التي تتسامح فيها الأديان وتتلاقح فيها الحضارات وتتجاور فيها أغذية العبادة. ولعل مساجد جربة بمعمارها المالكي والإباضي المحاذية للكنيسة المسيحية والمعبد اليهودي لبرهان على أننا نقف اليوم فوق تراب أرض وفية لميزتها التاريخية في الالتقاء والانفتاح والتعدد والثراء الحضاري دون إغفال ما يستدعيه هذا التنوع من مقاربات أخلاقية وقيمية حاضنة للسلم المجتمعي داعمة لأفاقه ضامنة لاستمراره حريصة على ديمومته. إن لقاءنا اليوم لهو عرض لنموذج فريد لبلد نجح في تكريس مفهوم التعايش وأحسن في استيعاب المشتركات الدينية والإنسانية وأسس لرؤية أرحب لظواهر الاجتماع الإنساني وأبرز تنوع وتكامل الأدوار التي يطلع بها التونسيون ولو اختلفت معتقداتهم. إن تونس أرض الزيتونة إذ تعتز بهويتها وتجذر شعبها في قيمه الإسلامية عقيدة وفكرا وفلسفة وفقها واجتهادا وتجديدا إن أنها لا تغفل أبدا المدرسة المقاصدية التي أهلتها عبر التاريخ لغرس مبادئ التسامح والتعايش ونشر معاني الاعتدال والوسطية. كل ذلك من أجل غد أفضل وعالم أجمل يعلي من قيم التعايش والوجدان المتشارك الذي لا يضيق أبدا بالآخر ويحترم حرية المعتقد ويضمن ممارسة الشعائر الدينية في طمأنينة. وتبقى ثقة تونس راسخة في كل أبنائها دون استثناء بأنهم سينهضون بواجبهم نحوها في تكريس قيم العمل والإخلاص والصدق والتعاون لما فيه مصلحة الوطن العزيز. شكرا. شكرا. نحب نحيي كل ضيوف تونس وسورتو ضيوف الغريبة. أنا نحب نشكر حضور السفراء
موجودين في تونس. مدام لونفوي سبيسيال الرئيس الامريكي مسيو ماركان التير اللي هو معروف محب لتونس. تحيه الاخ حسن شلغومي. السيد الوالي نحب نشكرك على كل العمل اللي عمل قمت به باش الزياره هذه تكون حاضره. نحب زاد نحيي شبان الجرابه النواب الجدد نتاع المجلس الشعب ونحب نتمنى لهم النجاح في المهمه نتاعهم. سي كونتون دافوار لي ميسيو لي امباساد و امباسادريس ici. Ça fait très plaisir. Leur présence ici démontre le soutien de ce pays, de la politique de la Tunisie envers les minorités tunisiennes, qui est la communauté juive, qui est là depuis son histoire, depuis 2600 ans. من دخول مطار تونس كرتاج ومطار جربة زرزيس كل أعوان الأمن الحدود أعوان المطار الحماية المدنية أعوان الديوانة اللي قاموا بعمل كبير برشا باش يسهلوا خروج الألوفات من الزوار الحرس الوطني الأمن الوطني الفرق المختصة للأمن الجيش التونسي وهذايا وهذا يأكد الكورون يأكد على أن تونس من جديد آمنة نجم تستقبل كل ضيوفها بسرطو نجم تستقبل كل السواح اللي زوروها في كل من العام كامل. أظنوا لاحظتوا كل الزوار الغريبة كيفاش معناها الاسكورت اللي كان معاهم لحمايتهم من المطار للنزول من النزول لهوني الغريبة. أظن اليوم نجم نقول له شكر لوزير السيد وزير الداخلية السيد رئيس الحكومة. خصوصا نحب نشكر شخصيا السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية اللي أكد على نجاح هذه الغريبة وباش عطاها الإمكانيات الكل للدولة باش نجحوا هذه الغريبة. شكرا وسورتو زاد بيان سور نحب نشكر زميلي اللي كان عنده امبلو دو تون اليوم تري شارجي ما نجمش يكون معنا سي معز بن حسين وزير السياحة اللي يعتذر على حضوره اليوم لكن خدم هو والإدارة نتاعو خدمة كبيرة لنجاح هذه الزيارة. سونز اوبليي اللي نحب ديما نشكر الصحافة التونسية والصحافة الجهوية خصوصا اللي هي من تطاوين مدنيين الجربة تقوم بعمل كبير برشا. Et je voudrais remercier bien sûr toutes les organes de presse étrangères qui étaient là pendant ce séjour de la Griba. Ça permet de montrer la belle image de la Tunisie, la tolérance, le vivre ensemble. Vive la Tunisie! Bravo.